دراسة نظم المعلومات الإدارية في الجامعات التركية. مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. اليوم رح نحكي عن تخصص نظم المعلومات الإدارية. مثل ما عودناكم دائما رح نحكي عن نبذة عنه، أهم مجالات عمله والمواد المدرسة فيه والصفات لازم تكون موجودة بالشخص اللي بده يدرسه، نواحيه الإيجابية، وختاما أهم الجامعات الحكومية اللي بتدرسه. خلوكم معنا لحتى تعرفوا كل التفاصيل. تخصص نظم المعلومات الإدارية هو تخصص له طابع تكنولوجي حديث معاصر لإدارة المعلومات في العصر الحالي، وهو عم يدمج بين تخصصين ممتازات جدا اللي هو تخصص إدارة الأعمال وتخصص الانفورميشن سيستم. ولازم نعرف انه المعلومات الإدارية بتتكون من 5 عناصر مهمة، واللي هي الأجهزة، البرمجيات، البيانات والعمليات، وإجراءات الموارد البشرية. من أهم التخصصات المرتبطة بهالتخصص اللي هو تخصص نظم المعلومات الإدارية هي تخصص إدارة الأعمال، تخصص التمويل، تخصص المحاسبة، وتخصص التسويق أيضا. أهمية تخصص نظم المعلومات الإدارية هي بتعطي صورة عامة عن شركة الشخص اللي عم يشتغل بهالمجال، وبتأثر بشكل أساسي على نظم اتخاذ القرار في الشركة. وبالتأكيد بما أنه فيها إدارة فهي بتوفر الوقت الكبير للمدراء الموجودين في الشركة. ومن أهم المواد اللي تدرس في هالتخصص هي المحاسبة الإدارية، ومقدمة للبرمجة، وبحوث إدارية أيضا، إضافة لمادة الأعمال الإلكترونية. من أهم فرص العمل اللي بيتمتع فيها الشخص اللي بده يدرس نظم المعلومات الإدارية هي ممكن يشتغل بالتجارة الإلكترونية، ممكن يشتغل كمحلل أو منظم لنظم المعلومات، ممكن يكون مسؤول لقواعد البيانات، وممكن يعمل بأي شركة بتعتمد مجال التكنولوجيا في شغلها. من أهم الجامعات اللي بتدرس هالتخصص هي جامعة أتريم اللي بتدرسه باللغة الإنجليزية وبمبلغ 4900 دولار سنويا، جامعة جيليشيم باللغة التركية واللي عم تدرسه ب 3500 دولار سنويا، جامعة إشيك ب 3850 دولار باللغة التركية، جامعة أسيتينيا ب 4000 دولار وباللغة الإنجليزية أيضا. في حال كان عندكم الرغبة أنه تسجلوا على الجامعات اللي ذكرت لكم إياها سواء لهالتخصص أو غيره، كل اللي عليكم انه تتواصلوا معنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة بالفيديو، واللي رح اترككم اياها ايضا بصندوق الوصف. وفي حال عندكم الرغبة انه نقدم لكم على الجامعات الحكومية اللي بتدرس التخصص، فايضا كل اللي عليكم انه تتواصلوا معنا. يا ريت تكونوا بصحة وعافية، ويا ريت تكونوا استفدتوا من هالمقطع، وانتظرونا بفيديو جديد رح نعرف فيه عن اختصاصات تانية. سلام.